من آخر الدنيا يقبل رأس رسول الله وقدميه ويعلن إسلامه. يوناس عتبة وشيبة قاموا قالوا له يا أخي أتترك دينك؟ هم بيتامسوا لبعض. قال له يعني إن شيبة قال له عتبة قال له إن 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 محمد قد أفسد عليك أمر رجلك، يعني زولك الصبأ يعني. فمشوا قال يا أخي دينك؟ قال له لا والله إن هذا هو الدين الحق. طلعوا بهدية، الهدية بتاعت عداس دي أعظم من كل الأوغاد بتاعين سقيف. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والقصة طويلة. وأنا أدعو بالمناسبة إن قصة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل أبعادها ومعانيها تبقى جزء من المقررات، مقررات أنا أعرف البضع والمقررات لطلاب ندي. والله أنا طالت المدة أنا قريتها وكان كنت حافظ كل الحاجة. وبعدين الدعاء العجيب بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخرة. يعني الدعاء حزين أي مسلم مفروض يكون حافظه، يعني فيه رقة وفيه حنين وفيه توحيد وفيه خضوع لله سبحانه وتعالى. يعني القصة دي والله مفروض أي بيت سوداني يكون يحكيها. والله أنا ما إنه قاعد أحكيها يعني كده في المجلس ده، والله الناس دي للمجموعة دي انفجرت بالبكاء. يعني أنا كنت حافظها في أصلها، يعني أنا حسي بقولها من ذاكرة الحكي العام بدون تجويد. يعني الناس ديل بكوا بكاء مر حتى أبكوني معهم. يعني زرفنا الدمع وشعرنا بطآلتنا وشعرنا بتقصيرنا أمام هذا الدين. وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم حس أي زول لو يشتم الإسلام وغير صالح للدعوة ولا يشبه العصر الحديث وأي زول يجي يقول أدبه. نحن 45 مليون مسلم، يطلعوا مجموعة من العلمانيين والشيوعيين والشعوبيين والملاحدة يشتموا ديننا ويشتموا إلهنا ويشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا ما نافع الإسلام، ما نافع. ناس الحلو قاعدين في الكراكير بتاعتهم ديل يقولوا انه الاسلام ده يشطبوه والجمعه تشطب يوم الاربعاء، ويجوا ناس هنا ده من الخونه يسافروا من قلب السودان يدعوه. حسي لجان المقاومه دي يوم الافتتاح بتاعت الشيوعين دي، الافتتاح بتاعتهم قالوا نحيي المناضل الحلو من قلب الخرطوم. الخرطوم دي بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، دي أرض الخرطوم، دي أرض الرسول صلى الله عليه وسلم، مش بالعقيدة بس، ب 45 مليون مسلم، بالديمقراطية بالأكثرية. يمكن في زول يقول لي يا أخي يعني شنو صلاة الجمعة دي الليلة؟ أنا والله كل القصة دي انتبهت لها لحاجة واحدة، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأهل ثقيف امسكوا عني ولا تحدثوا قريش، ما تكلموا بالحصل علي ده، يتحمل أي حاجة، خلاص تجاوزكم وشتيمتكم وضربكم وصبيانكم وأرازلكم وعبيدكم وكذا العمل، كل القصة دي محتملة، ولكن امسكوا علي بس خوف الشماتة. أنا والله بس تذكرت القصة دي لحاجة واحدة يا جماعة، إنه يومتها لما حصلت المقتلة والمجزرة والتوحش الذي حدث في النيل الأزرق ومجموعة السودانيين يقتلون بعضهم البعض بهذه البشاعة، ها، والحريق، قتل الأطفال والنساء، والله قلت يا ريت الإعلام الداخلي والخارجي
والفيسبوك واليوتيوب والوسائط الحديثة دي وكده والواتساب، يا ريت تمسك ولا تخبر العالم. نحن والله ما بنستحق ده، والله خوف الشماتة. أنا الحاجة الوحيدة تحركت فيني وكده غير الحزن والبكاء والشعور بالدونية أمام الإنسانية للمجازر التي حدثت في النيل الأزرق، والله خوف الشماتة، إنه الأعراب والأفارقة والعالم تأتيهم هذه الصورة البشعة. نحن ما كده يا جماعة، نحن ما قاعدين نعمل كده. على الأقل الوسط ده، الوسط اللي عشنا فيه ده، الوسط بتاع الشمال والشمالية ونهر النيل والخرطوم اللي عملناه كلها مع بعض، والجزيرة والنيل الأبيض وكثير وكردفان ودارفور، الإسلام ده الممتد، احنا ما بنعمل كده، احنا ما بنشبه ده. والله أنا الإحساس الجاني ذات إحساس المصطفى صلى الله عليه وسلم، امسكوا عنا خوف الشماتة. والله أنا خفت إنه هذا العالم يشمت علينا. تخيلوا هذه الصورة البشعة التي قدمناها عن بلادنا، تفتكروا اللي تداولت كل وكالات الأنباء والصور في كل أنحاء، بكل اللغات، بكل الأجناس، بكل الأعيون، تفتكروا دي بتطلع من الخاطر؟ تفتكر هذه الحملة التي تدور لتقبيح هذا الوطن الجميل وتبشيعه، بالله ما زي موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، يمسكوا عني ما بس الشماتة. حسن احنا كل الانتصار فضل شنو يا جماعه يعني في السودان، يعني فضل شنو هذا القتل البشع؟ يعني الذي حدث في النيل الازرق هذا امر ما قبل الانسانيه، قبل الانسانيه، خليه الدين والقيم والمنظومه وكذا، هذه من قبل الانسانيه.